تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفة الفلافل. ما قبل ما نبداوها غادي نختار من الفرصة باش نرد على البنات اللي سقساوني على فون دو تان يكون فيه كوفرانس مليحة يغطي الحبوب وكاع. والبنات اللي سقساوني قالوا لي عاودي ورينا واقي الشمس تاعك، خاطرش انا المرة اللي فاتت قلت ندير غير واقي الشمس، ما ندير ني فون دو تان ني بيبي كريم ني والو. دوك ها ولا عاود وريتكم شفتوه في الصورة، عاودوا وروا الفيديو، يعني قولوا الفيديو للرول وشوفوه من جديد. هذا كما راكم تشوفوا تحسين بيبي كريم وفين بروتيكسيون، ونجي ندير علينا غير شويه ان بودغ هكاك سي تو. سينو الفون دو تان تاعي اللي دائما نديرو باسكو انا راكم سقسيتوني عليه دائما، هذه هي تاع استي لودور دو دبليو في 2. بصح دروك راه كيما غادي تشوفوا يجي شويه بيض على الوجه تاعي، ضربتني شويه الشمس. فعندي سواء في القاروره الفلاكون سواء بهذا يخرج لك لا دوز اكزاكت كي غادي نشوفو. شوفو غادي نروح نديرو على يدي، غادي تشوفو بلي راه شويه فاتح عليا كيما قلت لكم. فوالا جي ان بو برونزي با بوكو، مي زعما الشمس ضربت فيا. فنخلي هذا هو تاعي اللي نديرو في الشتاء، يجي خفيف تحسيه بيبي كريم، ودي فوا حتى ما نبودغيهش، يعني ما نعاودش ندير عليه لا بودغ. بصح حاليا راني ندير غير واقي الشمس لوحده. اما البنات اللي سقساوني قالوا لي حاجه تكون فيها كوفرانس للحب، الاثار الحب تاع الشباب اللي كان فيهم السيكاتريس، دروك راه عندي هذا 3W2 فوالا لي تاني من توجو من استيلودور. نبغي لا مارك تاعهم، لي فوندو تاعهم مخدومين بيان، ما يديروش افي ماسك. هذا راه شويه مازال زعماك غامق على البشره تاعي، بصح مع الصيف وكاع وغادي الواحد يخرج يضرب فيه الشمس غادي يكون بيان. سكي بيان سكي لي مودولابل، انا هذه اللي عجبتني فيه صديق. انا عمري ما كنت غادي نشري فوندو تاع ثقيل، هو الماركه بعثته لي في الحق، زعماك جات الفرصه في وقتها باش نجربه ونحكي لكم عليه. كيما قلت لك الا انت عندك اثار حبوب ولا عندك دي سيكاتريس تنجمي تخليه شويه ثقيل. انايا نبغي نخدمه بيان يكون زعما كاع فوندو على لابو تاعي. كيما راكم تشوفوا دروك مانيش دايره ماكياج حدا اخر، ما نديرها فاغاج وما درت له بودغ ني والو، ما درتش لونتي سيرن باش نبين لكم باللي لازم بيان سور ديروا. لا عندكم لي سيرن كيما دروك رانا في رمضان نرقدوا غير 4 سوايع، لقا ديروا لونتي سيرن. وهو الفوندو تاع نورمالمون ما يروحش في لي سيرن. كيما راكم تشوفوا اناني خدمتك شغل بيبي كريم، بصح انتيا الا عندك فيك عيوب في الوجه تاعك ولا سيكاتريس خليه ثقيل وان شاء الله يعجبكم. نبداو بسم الله الوصفه. درك نشرح بالتدريج على خاطر شفت المره اللي فاتت حتى في الفول كنت شرحت كي من هكاك شفويا الطريقه تاع الفول، ولقيتكم في بعدين في التعليقات الفول كي درتي له نفختيه ما نفختيش، وانا كنت ديجا هضر عليه. فالحمص يكون ناشف، مش فيه ناشف كيما هنا، حمص يكون ناشف. حطيته في الماء ليله كامله، ليله كامله حطيته في الماء نتفخ. دروك نصفيه هذا الماء كاع نقيسه ونشله، نشله بالماء صافي ونولي لكم. اولا صفيته من الماء ونشفته يعني شللته، وهنا كما راكم تشوفوا نجي نوزن 500 غرام، راهي محتاجه 500 غرام للوصفه. 500 غرام ما شاء الله دير لكم بزاف. فوالا 500، وهذا نحطه في اكياس ونجمدو بيان سور للشوربه تاعي، اي حاجه الكسكس اي حاجه. ومن بعد نجو نقدبو ورق المطبخ، ولا ما عندكش ورق مطبخ دي زوج سرابيت نقيين، يعني فوط عندك في البيت تكون نقية. لازم هاد المرحلة باش الفلافل تاعك ينجحوا وما يشربولكش الزيت. نحطو كما راكم تشوفوا عطيت ورق المطبخ اهو، ونحط هذيك 500 غرام تاع الحمص عليه تنشف. انا غادي ننساهم واحد الساعة نروح نخلط شوية ليمونة راهي في قلبي طعم الله طعم الليمون مشروب بها قهوه واحد صايم تقابلوها هكاك الشهيوات والماكله. راجلي قابلته على الحوت راح يجيب الحوت دوك يجي، وانا مقابلتني على ليمون. دروك حطيته كاع هنايا ونعاود نغطي هذا ورق المطبخ لقى كاع الماء اللي فيه يمتص. واذا ما عندكش كيما قلت لك ورق المطبخ دي زوج سربيتات تاع ماكله نقيين نقيين نقيين، ما تخليش مسحه فيهم نقيين، ونخليه ينشف. غادي نخليه واحد السويعه ونعاود نولي لكم.
فوالا ولي نعلو كما راكم تشوفوا صعيب نشف. فوالا نشف كاع، نشف من داك الماء اللي كان فيه زياده الورق نتاع الصح. غادي نكونوا محتاجين الوصفه هذو 500 غرام حمص. الحمص كي تنفخوا توزنوا 500 غرام ماشي حتى تنفخوا كما درت انايا. حبه بصل كبيره، حبه بصل كبيره، ربع فصوص ثوم، مغرف صغيره بيكربونات، زوج مغارف صغار كمون، ملح على حسب الرغبه. انا ندير مغرف ونزيد ربع، يعني مغرف وربع ملح. ونكونوا محتاجين ربطه شابه كما راكم تشوفوا، ربطه مليحه كبيره، ربطه شابه نورمالمون تاع قزبر. قزبر اللي هو حشيش تاع الشوربه، قزبر. انا اليوم عندي معدنوس، معليش نديرو بالمعدنوس، تاني يجي شباب انا متعوده نديرو بالمعدنوس، هي الوصفه الاصليه بالقزبر. دروك انا ندير ربطه معدنوس، نتوما لا عندكم القزبر ديروا القزبر احسن. الا بغيتوا تخلطوا نص نص، نص معدنوس نص قزبر، وانا يا خاطرش تبغي فيه طعم القزبر وما عنديش نبقى لي درتو في الشوربه، غادي نزيد نجي ندير فيه دوك القزبر ناشف. لا كورياندر تكون ناشفه كيما هكا، ديروا كل شيء في الخلاط. نفخه ومنشفه، حبه تاع بصل كبيره تكون كبيره، ربع فصوص ثوم، كمون واحدة، زوج، ربطة. أنا عندي الخلاط تاعي قوية، كنت مريت لكم جبته من أمازون، ندير كل شيء كيما هكا غادي يتحلي. خاطش عندي هاد الحاجة اللي نعاونو بها، ولا عندي هاد الحاجة اللي نعاونو بها ملي يكون يتحلي، بصح انتيا الا الروبو تاعك ماشي قوي ديري باغ بوتيت كونتيتي، يعني بحجم صغيره. غادي انا نزيد عليه الكوريوند الناشفه على خاطرش ما كانش عندي كوريوند، ما كانش عندي قزبر. خلاص ضربوا كاع حاجه في الخلاط عاد تولي عندنا عجين. فوالا كيطحن معانا ولات اون بات، دروك نجي نديرها نحطها هنا في طبق. دونك تنجمي الا بغيتي كل يوم تقليه جديد تحتفظي بيها 3 ايام لحد 4 ايام في الثلاجة، ما تخافيش منه ما راه فيه ني بايض ني والو. الا بغيتي طيبيهم كاع وتجمديهم غير تخرجيهم وتحميهم تنجمي تاني. دونك لك الاختيار، نحمو الزيت ونجو نقلوهم مع بعض. غير نوري لكم باللي الا تاخرت عليكم في وصفه، بوصفه ماشي راني زعما كما رانيش باغي نصورها لكم، فريمون الوقت الله غالب ما عنديش الوقت، ومع الصيام ومع الخدمه ومع الدراري وراكم عارفين كيما دروك راني ندير لكم في هذه. وشوفوا لامونه تاعي خمرت، درت شيكولا ودرتها صفراء شويه بالكركم باش ندير لهم ملون غذائي. الزوج تاعي هذا هو اللي دخل جاب لي الحوت وليمون، دروك مازلت ندير هادو نقي الحوت وندير له التتبيله تاعو ونقي ليمون. اولادي مازال ندير لهم البوراك، باغيين البوراك مع الشوربه. فتخيلوا يكون في راسي 100 حاجه، ومين يكون عندي شويه وقت نقعد فيه نرد على الرسائل تاعكم اللي تجيني بزاف 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 على الخاص في الانستغرام، ونرد على وحده بوحده. فاعذروني اللي مازال ما رديتش عليها، فريمون ما كاش الوقت. الا كاين فيديوهات طلبتوهم مني ومازال ما نشرتهمش، يعني مازال ما صورتهم لكمش، عذروني راهم جايين. بعد هذا ان شاء الله بربي غادي تكون وصفه المقروط اللي شفتوا على انستغرام، المقروط تاع الحراير تاع الجزائريات تاع الحضريات اللي ندير باللوز وينقلى ويجي ما شاء الله يتفتت في الفم، ما يتفتتش في اليد بصح غير ديريه في الفم يتفتت. غادي نعطيكم كاع الاسرار النجاح تاعه، وكيف العقده تاع اللوز ما تهربش منك في الزيت، وكيف هو ما يتفتتش في الزيت. ما شاء الله بربي الفيديو اللي جاي ان شاء الله يكون تاع المقروط، ومن بعد ندير لكم تاع لي صابلي. ان شاء الله نحاول كل يوم ندير وصفه تاع كاطو وننشرها، يعني نصورها في فيديو باش نتوما تدوا الوصفه تكونوا استفدتوا منها. صحيح ما بقالناش بزاف العيد ان شاء الله بربي. بغيت نوري لكم القوام تاع العجينه، ما يكونش ناشفه، شوفوا تكونش ناشفه ناشفه، ديجا الحمص ينشف، غادي تكون شويه طريه. فوالا كنت حسيتها طريه، صافي شوفي كون دروك عليها تطبز ماشي حاجه ناشفه،
فوالا، وانت احترمي المقادير، مثلا ما ديريش جوج حبات بصل، درتي جوج حبات بصل غادي يطلق فيها الماء اكثر، احترمي المقادير. فوالا نقيسوها في الزيت. طبعا بغيت نوري لكم نفس عجينه البيتزا كما وريتكم ديك العجينه اللي درنا بها بيتزا ودرنا بها محنشه ودرنا بها لي بغياش ودرنا بها لي بان شوكولا. درت بها اليوم بغياش، شوف زدت في العجينه مغرف سكر، فاليوم ندير غير مغرف سكر، درت زوج مغارف سكر سيتو ابري نكهتها بالليكستري دو سيترون، شاري هذا الليكستري دو سيترون بيو. فوالا درت فيها شويه ما زهر، حنا نبغوا ما زهر في رمضان. فوالا وراني نزوق فيها، درتها على شكل وردة على شكل جديد، في هذه راني نحط عليها السكر الابيض دونك لو سوكر بيرلي، هذا اللي يجي كي من هاك الابيض، والثانيه نحط عليها لو سوكر بيرلي اللي جاي غو كيما راكم تشوفوا. فوالا هي صافخة ليمونه صغيره للشاي لاتاي ولا القهوه بالحليب. فوالا احمد حدايا راه يدير في الصوت، نهار اللي يكون كاين السمك في المطبخ يوقف في المطبخ ونهار ما يكونش سمك في المطبخ يوقف برضو في المطبخ توقف في المطبخ بساطة. من يكون كاين السمك توقف اكثر، السمك او من غير سمك اقف اكثر. ما يقولون صحة فطوركم، صحة فطوركم وصحة سحوركم، وتعالوا كلوا معانا سمك وليمول والجاتو بتاع سرور طبعا اكيد. انا لسه مازال ما خلصتش الفيديو، غادي نوري لهم الفلافل من بعد. ونفس العجينه درت ثاني هكا. انا يصعب عليا الاكل ده يتاكل بصراحه، يعني ده ما يتاكلش، نسيبه كده بس نصوره او نسيبه بس لو حد جه يتفرج عليه، مش للاكل. بالله انا بالشيف. ها هما الفلافل تاعنا واجدين كيما راكم تشوفوا، ما يجوش شاربين الزيت، وانا نقرب لكم باش تشوفوا ما يشربوش الزيت، تجي عندهم ديك القشره شابه ومن الداخل قلبهم اخضر يقعد اخضر. ينتكلوا مع سلطه، هما يبغوا سلطه. درت لها انايا بيتيت صوص هنايا بالفرماج الاغريقي، ودرت فيها الطحينه، الطحينه انا نستعمل هذا لو تايني اللي هي الطحينه، نستعمل هذه بيو. فوالا قرصه اياد شويه ليمون، فوالا صاي شفتوا يد اياد شويه ليمون، هيا صاي. ومعانا هنايا فينيغريت ما نزيدش فيها الزيت على خاطر الطحين ديجا مزيت. فوالا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وبعثوا لي الصور وتنشروا الفيديو، راه ساهل وراه مفيد، وهذه البقوليات راهي جد 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 مفيده، سواء الانسان اللي بغى يحافظ على وزن استاذ يدير رياضه وما يسمنش على خاطر راهم يشبعوا فيهم بروتينات، سواء الانسان يبغي يسمن يزيد بصح من غير كما قلت لكم اللي يسمن ما يزيدش ياكل، ما ياكلش بطاطا مقليه ودي همبرغر و بلا ميلفي وطبسي قريبشه، نو هادو هما الصوالح اللي يسمنوا الواحد، تقول لك راني باغي نسمن شنو ناكل. هاد البقوليات على حسب ما كليتيهم في الماكله، تاكليهم هنايا مع الخضر راهم تحافظي على الـ على الـ على لاطاي تاعك، يعني على الجسم تاعك وعلى الرشاقه تاعك. تاكليهم مع اكل تاني يكون فيه وحده معجنات، يكون فيه لو فيه لحوم، ومع الخضره راه تاني يزيد فيك، صديق يسمنك يزيد فيك. بصح اللي باغيه تاكلهم وما تسمنش تاكلهم مع خضروات كيما انايا درت هنايا طبسيطه سلطه. فوالا هنايا بغيت فيت في نوري لكم بهذيك العجينه طاع اللي وريتها لكم. فوالا شوفوا كي داروا لنا دي بغيوش شابين، نشربوا بهم الساعه ان شاء الله القهوه بالصحه ولينا ارواح وتفضلوا معنا. هذه كانت باقيت لي عجينه كحلة شوكولا لوحدها، ملي درتها غير هكاك لوحدها. فوالا وهادو لويتهم على شكل شغل باو شوكولا، ما زدتش فيهم الشوكولا غير العجينه لويتها على بعضها. فوالا ما شاء الله خمروا وشكلهم شباب بزاف 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 بزاف. الا بغيتوا تجربوها جربوها وبعثوا لي الصور. شوفوا راهي طريه بزاف، وراكم بزاف بعثتوا لي صور تاع لي بيتزا وكاع، قلت لي ما راناش مامنين، راجلي ما امنيش، قال لي شريتيها من برا، اللي قالت لي حمرتي لي وجهي قدام عجوزتي قدام ضيافي.
هذا شوفوا كي تجي خفيفه ما شاء الله. ان شاء الله وصفاتي يعجبوكم، وما تنساوش راهم جايين وصفات العيد المقروط وسابلي مورانغي، ونخلي لكم لي سيربريز تشوفوهم في الوقت المناسب.